الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج المحجة، والتي نناقش فيها موضوع التوبة، وإن من أهم ما يعتني به المسلم في كل وقت هو استغفاره لله تبارك وتعالى والتوبة إليه، لأن غير المعصوم شأنه الغفلة والتقصير، والغفلة هي الغفول عما أمر الله تبارك وتعالى به ونهى عنه، وهي أصل كل الذنوب، كما قال العلامة أحمد مولود بن أحمد فال: والغفلة الغفول عما أمر به الإله ونهى عنه الورى، وهي لديهم أصل كل ذنب دواؤها بأربع ذراب. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وقال: ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى، فقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقد جاء في صحيح مسلم عن الأغر المزني الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. والاستغفار والتوبة إلى الله تعالى من الذنوب هي سبب لأن يمتع الله تعالى من فعل ذلك متاعا حسنا إلى أجل مسمى، بدليل قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. والمتاع الحسن هو سعة الرزق ورغد العيش، والأجل المسمى كما هو معلوم الموت. واستضفنا لكم لمناقشة هذا الموضوع شيخنا وإمامنا وأستاذنا الأستاذ محمد محمود العيد، استضفناه ليبين لنا أهمية التوبة وفضلها، ويبين لنا الأمور المساعدة على التوبة النصوح والاستقامة عليها، واستضفناه ليبين لنا كذلك العوائق التي تحول بين المسلم والتوبة، إلى غير ذلك من فروع هذا الموضوع. مرحبا بكم شيخنا وإمامنا أستاذ محمد أحمد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بنواصينا إلى طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. التوبة كما قلتم فضلها عظيم، وهي واجبة على كل مسلم، لأنه لا يخلو أي مسلم من تقصير أو وقوع في المعصية. ولذلك نجد آيات كثيرة تحث على التوبة وترغب فيها، من الآيات التي ذكرتم قول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهنا نلاحظ كلمة جميعا، لم يستثني أي أحد من التوبة، كل مسلم عالما أو متوسطا أو جاهلا مطالب من الله سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة سبب للفلاح، والفلاح معناه النجاح والظفر بالمطلوب، وكل إنسان يرغب ويطمح لأن يحصل على ما يحب ويبتغي، وهذا في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا،
عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة النصوح قيل في تفسيرها هي التي لا عودة بعدها إلى الذنب، وقيل أن يبغض الذنب الذي كان قد أحبه في الماضي ويستغفر الله تعالى كل ما ذكره، فهذه هي التوبة النصوح. أنك إذا كنت قد قدر عليك ذنب من الذنوب، سرقة أو اختلاس مال عام أو زنا أو غير ذلك والعياذ بالله من المعاصي، تبغض الذنب الذي كنت تتعاطى وتستغفر الله تعالى كل ما ذكرته. والله سبحانه وتعالى كذلك يقول في محكم كتابه: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وفي هذا تهيج للعباد ودعوة إلى التوبة والمسارعة إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك حث ورغب في أكثر من حديث على التوبة. سمعنا الأحاديث التي ذكرت، ومن الأحاديث الواردة في التوبة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، يدعوك أيها المخلوق، يدعوك أيها المذنب، أيها المقصر، يدعوك إلى التوبة والرجوع ويعدك بالمغفرة والرحمة. وفي الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام الترمذي من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فما أوسع رحمة الله، وما أوسع فضل الله، وما أوسع مغفرة الله، وما أحوجنا نحن إلى المغفرة والرحمة. إذن آيات وأحاديث تحث وتدعو هذا الإنسان الذي هو بطبيعته مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى، بطبيعته يحصل منه التقصير والخطأ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فنحن مدعوون جميعا إلى التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. ما هي الأمور المعينة على توبة النصوح، والأمور المعينة كذلك على الاستغفار عليها؟ هذه التوبة التي ذكرنا فضلها وذكرنا الآيات والأحاديث المرغبة فيها لها وسائل معينة عليها. أول هذه الوسائل مجاهدة النفس. هذه النفس بطبيعتها شرود وتحتاج إلى مجاهدة، تميل دائما إلى الدعاء، وتميل دائما إلى الكسل، وتميل دائما إلى الشهوات. ولذلك أول وسيلة أنك تكبح جماح هذه النفس، وأنك تؤطرها على طاعة الله سبحانه وتعالى، وتمنعها من الوقوع في معصية الله. فأول وسيلة مجاهدة النفس. والله تعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. ليعرف الله تعالى منك الرغبة في الخير والحرص على الخير، وأنك تجاهد نفسك كي تفعل الخير، فالله سبحانه وتعالى يعينك ويوفقك للخير. هذه وسيلة. وسيلة ثانية هي قصر الأمل وتذكر الآخرة دائما. فالإنسان الذي يقصر أمله في الدنيا ولا يطيل الأمل فيها، لأنه لا يعلم عمره ما هو، هل سيعيش بعد هذا الأسبوع أو بعد هذا الشهر أو بعد هذا العام، ويتذكر دائما الآخرة وأنه قادم على الله، وأن الله تعالى كان مطلعا على أحواله في الدنيا، يسمع أقواله ويرى أفعاله، وأن الملائكة كانت تكتب هذه الأعمال. هذه الأمور بإذن الله تعالى إذا استحضرها الإنسان ستدعوه لا محالة إلى التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. منها كذلك مصاحبة الأخيار. من الوسائل المعينة على التوبة أن تصاحب الأخيار، تصاحب أهل الفضل، العلماء والدعاء وأهل الخير والمصلحين، تكثر من مجالستهم. نعم، تكثر من مجالستهم والحديث معهم، لأن الصاحب الصالح يعينك على طاعة الله تعالى ويذكرك إذا نسيت. إذا حصلت منك معصية ذكرك
ونصحك ووجهك، وإذا رآك تفعل طاعة أعانك عليها وسددك. ولذلك مهم جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. كذلك من الوسائل المعينة على التوبة الدعاء، أنك تسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، وتسأله كذلك التوفيق، وتسأله كذلك الإعانة على الطاعة. ولذلك في الحديث الذي في الصحيح، أن أحد الصحابة سأل أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي رواية أخرى: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فتدعو الله تعالى في كل الأوقات أن يثبتك وأن يصرف قلبك إلى الحق. كذلك من الوسائل المعينة على التوبة استحضار خطر المعصية. هذه المعصية التي أنت مدمن عليها ومستمر عليها، عليك أن تتذكر عاقبتها، قد تكون سببا لحرمانك من الرزق. فكم من إنسان حرم الرزق بسبب المعصية، وقد تكون سببا لحصول البلاء لك. أمور كثيرة تتحصل لك بسبب معصيتك لله سبحانه وتعالى، هذا في الدنيا، وفي الآخرة تنتظرك العقوبة من الله سبحانه وتعالى. فإذا استحضر الإنسان خطر المعصية وعاقبة المعصية عليه في الدنيا وعليه في الآخرة، لا بد أن يدفعه ذلك إلى التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك من الوسائل المعينة على التوبة البعد عن كل ما يوقعك في المعصية. اجعل بينك وبين المعصية سدا حتى لا تقع فيها. ولذلك الإنسان الذي دائما هو قريب من المعصية كالراعي يرعى حول الحمى يشك أن يرتع فيه. ولذلك ينبغي لك أيها المؤمن، وهذا عده من الورع، أن تجعل بينك وبين المعصية حاجزا، قد يكون حتى من الحلال، حتى لا تقع في المعصية. ولذلك هذه الأمور، هذه الوسائل بإذن الله تعالى إذا أخذ بها العبد كانت عونا له على التوبة. وفي الحقيقة الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وتحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. لكن كما قلنا في البداية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. أما فيما يخص العوائق، فالعوائق في سبيل التوبة كثيرة. نعم، العوائق التي تحول بين الإنسان، التي قد تحول، قد تحول بين الإنسان وبين التوبة. عند الإنسان قاع كان مرتكب المعصية ويبقي يتوب من هالمولانا، يقر فهم من الأمور قد تطرأ عليه فتكون حاجزا أو حائلا بينه وبين التوبة. نعم. ومن أهم هذه الحواجز التي قد تكون عائقا التسويف. نعم. سنقول أنا ذلك عد المعصية، لأن خلي الأسبوع الجاي ندور نتوم منها، نتعاطى أكل مال العام إن شاء الله من الشهر الجاي ولا من السنة الجاية، ما لا تتركه. يا أخي، من يضمن لك أنك ستصل السنة القادمة؟ صحيح. ولذلك الإنسان الذي يسوف هذا يكون حاجزا بينه وبين التوب، دائما ندور نتوب، بعد هذا لا ندور نتوب، هذا ولذلك هذا خطير جدا وعائق يعيق الإنسان عن التوبة. كذلك من العوائق التي قد تعيق الإنسان عن التوبة الاعتماد، القنوط واليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. بعض الناس تحصل منه ذنوب ويفكر في أن يتوب، لكن الشيطان له بالمرصاد، فيقول له: هل تنفعك توب؟ أنت المذنب، أنت الذي تفعل وتفعل وتفعل، فيدفعه ذلك والعياذ بالله وساوس الشيطان إلى أن يقنط ويأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا مما لا ينبغي المؤمن. فمهما بلغت ذنوبك فرحمة الله تعالى ومغفرته أوسع من ذنوبك. ولذلك في الحديث الذي أخرجه الطبراني، أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان شيخا كبيرا قد احدودب ظهره وسقط حاجبه، ثم قال: يا رسول الله، رجل غدر وفشر لم يدع حاجة ولا داجة إلا اقترفها بيميني، لو وزعت ذنوبه على أهل الأرض لأوبقتهم، فهل له من توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: فإن الله غافر لك لا محالة. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفشراتي؟ قال: وغدراتك وفشراتك. فمهما بلغت ذنوبك فرحمة الله أوسع من ذنوبك. ولكن الله تعالى قال للكفار:
الذين كانوا يعبدون الأوثان كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. بمجرد أن تتوب توبة صادقة توبة مخلصا فيها لله سبحانه وتعالى يقبلها الله تعالى منك تغفر لك جميع الذنوب. وذلك في الصحيح أن عمر بن العاص رضي الله عنه حدث عن نفسه وعن إسلامه فذكر أنه كان في حياته على مرحلتين. المرحلة الأولى كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتمنى أن لو قتله، لكن يقول عن نفسه لما قذف الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يدك فليبايعك، فبسط يده فقبضت يدي. قال ما لك يا ابن العاص؟ قلت أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي ما قد سلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ فبالإنسان مجرد أن يتوب ويستغفر الله سبحانه وتعالى الله تعالى رحمته واسعة ومغفرته واسعة. وتعلمون قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، قتل ليس نفسا واحدة 99 نفس قتلها، فسأل عن أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فسأله وذكر له أنه قتل 99 نفسا فهل له تبقى؟ قال لا، فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فسأله هل له من تبقى؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبينه؟ هذا الباب لا يمكن أحد أن يغلقه أمامك، هذه رحمة الله ومغفرة الله لا دخل لأحد فيها، وهذا من فضل الله علينا. لو كانت التوبة بيد العباد أو كانت تشترى لكانت مشكلة، لكنها من فضل الله تعالى أن جعلها من اختصاصه سبحانه وتعالى. فسأل عن أعلم الأرض فدل على عالم فقال هل لي من تبقى؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبينها؟ لكن نصحه وقال له هاجر من هذه الأرض إلى أرض كذا فإن فيها أناس صالحين يعبدون الله تعالى واعبد الله معهم حتى يأتيك الموت. فخرج مهاجر إلى تلك الأرض فأدركته الموت وهو في وسط الطريق، فجاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب واختصموا فيه. ملائكة الرحمة قالوا هذا رجل قطعا كان مسرفا على نفسه لكنه تاب فنحن أولى به، وملائكة العذاب قالوا هذا كان مسرفا على نفسه فملائكة العذاب أحق به. فبعث الله لهم رجلا فجعلوه حكما بينهم فقال قيسوا ما بين الأراضين فإلى أيهما أقرب فهو لها، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض التي كان يريد بشبر فقط، فأخذته ملائكة الرحمة. وفي رواية أنه نآ بصدره حتى ما الأرض التي كان يريد فأخذته ملائكة الرحمة. إذن هذه الأحاديث تدلنا على أن القنوط واليأس ينبغي أن لا، بل يحرم على المسلم أن يتعاطاهما أو أن يستحضرهما، بل الذي يستحضره هو عفو الرحمن ومغفرة الرحمن فهو أرحم الراحمين. ولذلك في الحديث الذي في الصحيح من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. فنحن مهما كانت ذنوبنا ومهما كان تقصيرنا ومهما وقعنا فيه من الخطايا إذا تبنا ورجعنا إلى الله سبحانه وتعالى رحمة الله ومغفرة الله تعالى أوسع من ذنوبنا وهو أرحم الراحمين. أنزل رحمة واحدة إلى الدنيا وأمسك 99 للآخرة يرحم بها عباده يوم القيامة. كذلك من العوائق التي قد تعيق الإنسان وتحول بينه وبين التوبة الاعتماد على سعة رحمة الله تعالى وإهمال الجانب الآخر وشدة عقوبة الله سبحانه وتعالى. لا تقل الله غفور رحيم وتوقف عندها، لكنه مع ذلك شديد العقاب. ولذلك قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. من أن تنظر جانب الرحمة انظر كذلك إلى جانب العذاب. ولذلك لك أن ترجو رحمة الله سبحانه وتعالى وأن تعول على رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن ينبغي لك أن تحذر من عقوبة الله سبحانه وتعالى وتبتعد عن كل المعاصي التي تؤدي بك إلى عقوبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك من الخطأ الإنسان يأخذ هذا الجانب ويترك الجانب الآخر. ولذلك مبدأ القرآن ومبدأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يستوي ذاك المحسن الخائف من الله سبحانه وتعالى مع ذاك المقصر الذي اتكل على رحمة الله سبحانه وتعالى. فلينبغي أن تكون صاحب حزم وصاحب عزم وأن تأخذ الأمور بشدة وقوة فترجو الرحمة وتخاف العذاب.
فالله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في الآية نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. كذلك من العوائق التي قد تعيق الإنسان عن التوبة ترك التوبة مخافة الرجوع إلى المعصية. هذا يحصل ياسم العوام يقول لك أنا ما أنقدر تنبي لأني أرجع إلى غير والدي. يا أخي تب، ويا قدر عليك أن ترجع تب مرة ثانية، ويا قدر وهذا تب. الخطورة في أنك تترك التوبة لأنك قد يحصل منك الرجوع مرة ثانية إلى هذا. ولذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أذنب واستغفر الله سبحانه وتعالى ثم أذنب واستغفر الله سبحانه وتعالى ثم أذنب واستغفر الله سبحانه وتعالى، الله تعالى قد غفر له ما دام يغفر له قد ما دام الأمر هكذا، ما دام كل ما حصلت منه معصية أعقبها بتوبة يغفر الله سبحانه وتعالى له تلك المعصية. ولذلك الخطورة في أنك تترك التوبة لأنك قد يحصل منك العودة إلى المعصية. هذه أكثر ما يعيق الناس عن التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وهو مما لا ينبغي للمسلمين. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. نعم، ينبغي على المسلم أن يتوب في كل وقت، ولكن تكون توبة نصوح. هو في ذلك الوقت ينبغي أن تكون التوبة توبة نصوحا لكي تقبل مستكملة الشروط. نعم. بالنسبة للتوبة النصوح كما ذكرنا في الآية، الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يذكر أهل العلم شروطا للتوبة النصوح. أولها الإقلاع عن الذنب، فمن شروط التوبة أنك تقلع عن الذنب. كيف تدعي أنك تائب وأنت مصر على الذنب؟ هذا معناه أنك لم تتب، هذا ذنبك تعدل. إذا عاد كنت تسرق، ولا عاد كنت تقلع، ولا عاد كنت تزنى، ولا عاد تعدل، ياتك أول شيء بعد قاعد تعدل تقلع عن هذا الذنب، ثم تندم على فعله، لأن محبتك له دليل على أنك لم تتب منه. يدعو دائما تبقي ذاك الذنب الكتاب على أنك ما تبت منه. فمن عمارات التوبة أنك تبغض الذنب الذي كنت تتعاطى، ثم تعزم على أن لا تعود إليه أبدا. عندك عزيمة، أراه هو لا قدر عليك عاقب ياك لك شيء آخر، لكن وقت التوبة أنت عازم على أنك لن تعود إلى هذا الذنب إن شاء الله تعالى. كذلك أن تكون التوبة في زمن التوبة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم زمن التوبة، بيّن أن العبد أن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أو ما لم تطلع الشمس من مغربها. فهذا هو زمن التوبة. سابق تطلع، سابق تبدأ الغرغرة، سكرات الموت التوبة مقبولة، لكن إذا بدأت سكرات الموت هناك إشكال آخر، نسأل الله السلامة العافية. وقبل أن تطلع الشمس كذلك من مغربها، لأنه بطلوع الشمس من مغربها تغلق، يغلق باب التوبة. فهذه شروط التوبة ينضاف لها إذا كانت هذه المعصية التي كنت متلبسا بها تتعلق بحق من حقوق الله، من حقوق المخلوقات، أن ترد إليه، أن ترد إلى هذا المخلوق حقه. هذه الشروط إذا كانت فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، كنت تاركا للصلاة أو كنت متهاونا في الطهارة أو كنت، فإنك تقلع عن هذا الذنب وتندم على فعله وتعزم على لا تعود إليه وتكون في زمن التوبة. لكن إذا كانت متعلقة بحقوق المخلوقات فلا بد أن تتبرأ منها قبل القدوم على الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الصحيح أنه قال أتدرون من المفلس؟ الصحابة قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متع، فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وفي الصحيح كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم. قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. يارتك تعرف عن من شروط التوبة أنك ترد الحقوق لأصحابها، إلى عد قطق بارد شمالك ردوا له والله طلبهم السماح.
وإلا فإنك سيقتص منك يوم القيامة ومخلوقك الساعة ما هو مستعد يتنازل لك، يقد في الدنيا يتنازل لك ويقد يسامحك، قال الآخر ما هو مستعد. والإشكال مبين، ما فهم قاعد هنا ولا درهم، مسألة مسألة حسنات وسيئات، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتحول قبل القدوم على الله سبحانه وتعالى، إن أكلت غيبت رقاج، والله مشيت بالنية بينه ورقاج، والله أقبضت ماله، والله أقبضت ترابه، والله أقبضت حيوانه، يا ريتك توب من شروط التوبة أنك تطلب السماح، والله ترد له هذا الحق. وإلا الله تعالى قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا يتأدي الحقوق يساوي عدصة مشكلة لك، ما عندك شيء يكون حسناتك. وفي الحديث أن من توفى حسناتك ينقبل من سيئاته ويندار عليك. هذا شخص كان قاعد عمله من الحسنات، كان صوام وكان قوام وكان منفق وكان، لكنه والعياذ بالله كانت سيئاته كثيرة، فنفدت حسناته فتؤخذ سيئات أصحابه الذين يطلبون عليه الحقوق وتجعل عليهم يطرح في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه هي التوبة النصوح المستكملة لهذه الشروط، وشرطها الأول والتالي هو الإخلاص، أن تكون مخلصا لله سبحانه وتعالى في توبتك. يا أخي أنت لا تعامل الناس، أنت لا تتوب للناس، أنت تائب لله سبحانه وتعالى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الذي لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض، يعلم السر وأخفى، مطلع على جميع أحوالك، وعليه يجب أن يكون أن تكون المعاملة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أنت تائب لله وراجع، ولذلك التوبة معناها الأوبة والرجوع. الأوبة والرجوع إلى من؟ ليس البشر ولا المخلوقات، وإنما إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. سؤال موالي: ما هي ثمرات التوبه؟ هذه التوبه التي سمعنا عنها هذا الفضل يتمثل كذلك هذا الفضل في الثمرات. التوبه لها ثمرات كثيره جدا، وسماعها يسيل اللعاب حقيقه، يعني تتعلق بالاخره وتتعلق بثواب الاخره. فمن ثمرات التوبه انها سبب لمحبه الله تعالى للعبد، وكفى بها من ميزة وكفى بها من خصلة، أنك يحبك الخالق. نعم. الله سبحانه وتعالى قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم. ومن يعود مولانا راضي عنك، ما عندك مشكلة، لا تحل مشاكلك في الدنيا كاملة وفي الآخرة ملي محول مشاكلك. في الحديث أن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل فيقول: إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض، تنحل مشاكلك، ما عندك أي مشكلة. هاي بعد قاع أول همارة تجمع في الدنيا. لا تتوجه إلى أمر الله ويسره الله تعالى لك وسهله لك، ولا تطلبه حاجة إلا وقضاها لك، لأنه راض عنك. وفي الآخرة كذلك أنت راهب إلى جنة عرضها السماوات والأرض. كذلك من ثمراتها أنها سبب لتحصيل الفلاح. يا أيها الذين آمنوا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الفلاح فسر بأنه الظفر بالمطلوب، لكن الدوار كامل يسوى وش هو؟ يسوى من أمور الدنيا ويسوى من أمور الآخرة. لا يتجمل سير توبتك إلا من يتوب المولانا، تفتح معاه صفحة جديدة، الله سبحانه وتعالى يقضي لك حوائجك في الدنيا وييسرها لك ويجعلك كذلك في الآخرة من الفائزين، يعني سبب للفلاح والنجاح. كذلك من ثمراتها أنها سبب لقبول أعمال العبد عند الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. من يتوب المولانا بسبب توبتك يقبل الله سبحانه وتعالى أعمالك، وما حدك مصر على التوبة معناه أنك محاد لله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبك. ولذلك هذا مهم جدا في التوبة. كذلك من ثمرات التوبة أنها سبب في تبديل السيئات إلى حسنات. وهذا حسن عشان تجيب انك ما انك الا تغفر لك سيئاتك، هذه السيئات ستحول الى حسنات. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. كيف يكون ذلك التبديل كما قال الله تعالى؟ اعلم بذلك، لان هذا من امور الاخره التي لا يعلمها الا الله، لكن القران صرح بان هذه السيئات ستبدل الى حسنات. وعليه هذا من رحمه الله سبحانه وتعالى بنا وعظيم فضله سبحانه وتعالى علينا، أن جعل السيئات التي اقترفناها وكانت معصية بيننا وبين الله سبحانه وتعالى إذا صدقنا في توبتنا يبدلها الله سبحانه وتعالى إلى حسنات. كذلك من ثمرات التوبة أنها سبب لدخول الجنة.
وكل عاقل كل مسلم يبحث عما يدخله عن الأمور التي تدخله الجنة وتنجيه من النار. الله تعالى يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. هذا من ثمرات التوبة دخول الجنة. والتوبة سبب لكل خير، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول فإن يتوبوا يكون خيرا لهم. يا من تبحث عن الخير يعلم أنه في التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وهي كذلك سبب لدعاء الملائكة لك، والملائكة دعاءهم مستجاب لا شك في ذلك. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. رجاش عود لابد وتدعو الملائكة، ورجاش ماشي عدى العمل وتدعو الملائكة. هذه حقة ميزة عظيمة تحصل الإنسان بالتوبة إلى غير ذلك من الثمرات. وكفى كما ذكرناها في البداية أنها سوف يرضى الله سبحانه وتعالى، وأنت من يرضى مولانا عنك ما عندك مشكلة. نحن كل ضربك لنا عمله كامل إلا من أجل إرضاء الخالق سبحانه وتعالى، لأن عدله كامل من الطاعات، صلاة، صيام، زكاة، حج، إنفاق، أي شيء نفعله من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى. ليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. فغاية ما يتمناه المؤمن أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، وهذا بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. كما تعلمون أن بعض أهل العلم ذكر أن تبديل سيئات حسنات، أن المقصود من ذلك هو أن التوفيق في الدنيا لأعمال صالحة. نعم، أنهم كلما ذكروا تلك الذنوب ابتدأوا توبة شديدة، فكان ذلك عملا صالحا ما كان جيد. هذا تفسيره، وفيه تفسير كذلك أن الله تعالى يوفقهم للأعمال الصالحة بقدر ما تحل محل السيئات التي كانوا يعملونها. لكن القرآن صريح في أن الله سبحانه وتعالى لكن الله يخرج محلهم. المهم أن الله سبحانه وتعالى أنه كتب لنا هذا، أن من تاب توبة صادقة يبدل السيئات إلى حسنات. الكيفية والطريقة الله سبحانه وتعالى ونسلام وكله بحمد الله مضروع. بارك الله فيك شيخنا الكريم. في النهاية نود نصيحة لجميع المسلمين بأهمية الإسراع إلى التوبة وعدم تسويفها. التوبة كما قلنا مقام مقامات هذا الدين، ندب إليها القرآن الكريم ورغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. سمعنا في البداية ما ذكرناه من آيات وأحاديث تحث وتحض على التوبة، لكن ينبغي المسارعة فيها وعدم التسويف فيها، لأن الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، والإنسان لا يدري متى يموت. لو كان الإنسان يعلم أجله لسهل عليه أن يسوف، يقول الله نعدل كذا أنت الحق جديد أني أعرف أن يموت كذا وكذا. يقال المشكل في أن الإنسان لا يدري متى يموت، هل هو سيموت في هذا المساء أو في الصباح أو بعد أسبوع أو بعد أسبوعين. ولذلك ينبغي له أن يبادر ويسارع إلى التوبة وفي كل الأوقات احرص على. ولذلك سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والله إني لأتوب الله وأستغفر الله إني لأتوب الله والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي رواية مسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم ولا يحصل من خطأ، معصوم من الذنوب والخطايا، لكن ليبين لنا نحن أهمية التوبة وفضل التوبة. إياك نحرص عليها في كل الأوقات، وأن كل واحد منا بجميع أوقاته يعود مدمن على التوبة. وينبغي الإنسان أنه دائما يختم يومه بالتوبة،
ويختم ليله بالتوبة ويبدأ يومه بالتوبة ويبدأ ليله بجميع أوقاتك. حاول أنك تعود بجميع أوقاتك، عندك شوية مراجعة على رأسك. إحنا نراك أهل الدنيا كل واحد من نظرك أنت عمره بتيق وذا عنده فترة لابد يراجع فيها حساباته ولا بد يعرف وذا عنده شنو كانوا خاسر كانوا متقدم. حتى أنت عندك رأس مال هو هذا الطاعات يتعدل عارف يا كان خارقة والله ما هي خارقة، وعندك مخاطر تهدد طاعتك اللي عندك وهي هاي المعاصي عارف تمني منها. ولذلك يارت الإنسان يبادر إلى التوبة ويسرع إليها ولا يسوف، وليعلم أن التسويف من الشيطان. الشيطان هو الذي يأتي لك ويوسوس لك. ما زال في العمر متسع ستتوب، وأنت قاعد تبارك وأنت ترجع الصبح وحالك كنت فوت تخطي الصبح عليك ويظل هكذا بوساوس. هو عدو لنا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. فينبغي لنا جميعا علماء ومتوسطين وجهال كل الناس يا الله تعالى قال وتوبوا يا الله جميعا، نتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن نستغفر الله سبحانه وتعالى في جميع أوقاتنا وأن نحذر كل الحذر من التسويف ومساوس الشيطان. فهو كما قلت عدو لنا فلنحذر منه ولنتقيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. في نهاية الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر شيخنا وإمامنا وقارئنا الشيخ محمد محمود ولي العين على هذه الفوائد الجزيلة والعلم الغفير الذي سمعناه، وكذلك لا يسعنا إلا أن نشكر جميع المشاهدين على مشاهدتهم واستماعهم لهذه الحلقة، ونرجو الله تبارك وتعالى أن ينفع بها الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله.